ازيكم؟ وحشتوني جدا جدا. بشكر اصدقائي الحلوين على تعليقاتهم الجميلة جدا والرائعة. بجد ميرسي ليكم، وانا بحبكم كتير كتير قد الدنيا دي كلها. ربنا يخليكم ويسعدكم دايما كده، واشوفكم منوريني في القناة. فيديو النهاردة عن طبخات التيك توك. شفت طبخات بتناسب جو الشتاء اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، فاتحمست جدا ان انا اجربها معاكم. تعالوا نشوفها مع بعض. اول وصفة هي هتكون كرات الشوكليت، هوت شوكليت، جميلة جدا وترند في التيك توك، فحبيت ان انا اجربها معاكم. اول حاجة جبت شوكولاتة جالاكسي، عجبتني الشوكولاتة الميني دي فجبتها، بس للأسف لقيتها بالكراميل، فكملت ان انا اكمل، فتحت واحدة تانية والتالتة، بس للأسف لما دخلتها الفرن باظت خالص، فاضطريت ان انا اسيح شوكولاتة خام واكمل بيها الكرات. جبت قالب سيليكون، بيكون بتاع الكب كيك ده، ممكن لو فيه المدور ممكن هيكون احسن، ملقتش المدور فقلت ان انا هعمله زي الكب كيك، وحطيتها في الفريزر لحد ما كانت جمدت معايا. بعدين خرجتها بكل سهولة، السيليكون جميل جدا، الشكل بيطلع بكل سهولة وسهل جدا انتوا تعملوا بيه اشكال جميلة، هتستمتعوا جدا وانتوا بتعملوا الكرات دي. بس كده. طبعا هنحط الكرتين على بعض، بس للأسف شكلهم مش متناسق، فاحنا هنظبطهم مع بعض ازاي. هنجيب طاسة سخنة شوية وهنبدأ نسويهم بالشكل ده، فالأطراف بقت متساوية، فهاخد كرة منهم وحط فيها هوت شوكليت، حط فيها كاكاو أو حط فيها أي مشروب تحبوا تعملوا بيها الهوت شوكليت، يعني ممكن نسكوك، أي حاجة تاني، ممكن تحطوا كمان كراميل، سيرب شوكليت بتحبوه، أي حاجة، وكمان المارشميلو طبعا ده أساسي في الكرات البومبس. كده قفلت معايا كويس قوي. بدأت اجيب الفنجان بتاعي او المج واحط عليه الحليب السخن، هتبدأ تدوب معايا كرات الشوكليت بالشكل الجميل ده، شايفين شكلها جميل جدا، ممتعة جدا جدا، واو جميلة. وممكن ادوبها هتلاقوا فعلا طعمها فعلا هو ده الهوت شوكليت الحقيقي، يعني جميلة جدا جدا، فبديها طبعا 10 من 10، ياريت تجربوها. تاني وصفة معانا هي هتكون فشار بالسكتلز، عجبتني فقلت اجربها، يا ترى الفشار هيطلع ملون ولا ايه. جبت الطاسة طبعا، جبنا اي حاجة اللي هنعمل فيها الفشار، وحطيت فيها السكتلز، وحطيت فيها فشار معاه زيت وحبة ملح، وهحطها على النار. كده الفشار بقى جاهز معانا، شايفين الفشار ما خدش لون يعني زي ما كنت متوقعة، يعني في بعض الفشار خد لون اخضر، بس المشكلة ان هو اتحرق مني، كانت النار عالية، كان عايز نار هادية شوية، للأسف كان طعمه السكتلس كان مدي الفشار طعمه مر، كانش حلو خالص، ما عجبنيش ابدا. فطبعا وصفة فاشلة بكل ما تحمله الكلمة، فمنصحش ان حد يجربها، هديها 5 من 10. تالت وصفة معانا هي وصفة بطاطس، عجبتني جدا، شفت كتير بيعملها. اول حاجة جبت بطاطستين حلوين دول ودهنتهم بالزيت وحطتهم في الفرن، خدوا سوا معايا، فحبيت ان انا احطهم في فويل علشان عايزاهم يستوب في وقت اقل. بس كده بشيل القشرة اللي من بره وابدأ ان انا اخرج البطاطس اللي في النص. الوصفة دي بتنفع جدا للي حابب يعمل دايت، ممكن تمشي جدا مع الدايت. لو عايزين نحط زبدة مع شوية البطاطس اللي طلعناهم دول، نحط، حطيت ملح وحطيت سماق وحطيت لانشون، ممكن تحطوا جبنة، اي حاجة تحبوها.
اي حاجة ممكن تحطوها مع البطاطس انتوا بتحبوها، ممكن بيض مسلوق، ممكن زعتر، بقدونس، اي حاجة انتوا بتحبوها مع البطاطس المسلوقة. رجعتهم تاني وحطيت عليهم جبنة موتزاريلا ودخلتهم الفرن علشان ياخدوا وش كده، الجبنة تسيح. ده كان شكلهم، عجبني شكلهم جدا. شايفين الجبنة بتمط ازاي، كانوا ظراف جدا. الطعم بالنسبة للطعم يعني كان ناقص حاجة بسيطة، مش عارفة ايه هي، بس كانت ناقصة حاجة. فهد الوصفة 9 من 10. اخر وصفة معانا هتكون كوكيز بنوتيلا. هحط اول حاجة 3 معالق من النوتيلا، يعني ممكن تستخدموا المضرب الكهربي زي ما استخدمت، او العجان زي ما استخدمت في الفيديو. انا لقيت الموضوع بسيط يعني، فحبيت ان بعد كده حطيت 5 معالق من الدقيق على النوتيلا. بعد كده كسرت بيضة وعليها فانيليا وقلبتهم بالمضرب اليدوي، يعني مش مستاهلين ان احنا نحطهم في عجان، يعني الموضوع بسيط. بس كده قلبي قلبي كويس لحد ما كل المكونات تختلط مع بعضها. بعد كده في صينية عليها ورق زبدة بحطهم بالشكل ده، يعني لازم يكون قوام الكوكيز بالشكل ده، يعني مش لازم، فانت هتنزليه بمعلقتين بس. بدأت ازينهم كمان، حطيت لهم جالاكسي او شوكليت شيبس، ما كانش عندي شوكليت شيبس فحطيت لهم جالاكسي. فشكلهم طبعا منعكش كده، فعادي هيدخلوا الفرن لمدة 6 دقايق او 10 دقايق وتسيبهم يبردوا شوية، هتلاقيه مقرمش وطعمه جميل جدا، والشكل هيكون اتظبط معانا في الفرن. ده كان شكلهم، والمفاجأة ان طعمهم طلع رائع جدا. اي حاجة بالنوتيلا بتكون روعة. عملت قبل كده كيكة مج في بالنوتيلا، كانت جميلة جدا ورائعة. فانصحكم ان انتوا تجربوها، سهلة جدا وبسيطة وطعمها كمان لذيذ جدا جدا، فبديها 10 من 10. بس كده خلصت وصفاتنا النهاردة. لسه في المرات الجاية ان شاء الله هنكمل مع بعض طبخات المشتركين. ما تنسوناش بقى بتعليقاتكم الجميلة واللايك. بحبكم جدا وهتوحشوني، وباي باي.